مرحبا حبيبي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم حلو كتير بسيطة وبنفس الوقت كتير فخمة لرمضان. إن شاء الله كل رمضان وإنتوا الجميع سالمين يا رب. بهيدا الشكل حلو كتير طيبة، شايفين؟ هذه العشاق الشوكولا بتعقد، شايفين هالشكل الحلو؟ كتير طيبة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، أول شي منحط الحليب كوب اثنين، حطينا كوبين حليب، سكر ملعقة، ملعتين طعام سكر، نشا ملعقة اثنين، ملعتين طعام نشا، منحط كاكاو ملعقة ونص طعم كاكاو. منحرك تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. ضيف شوكولا، حطينا حوالي 8 مربعات شوكولا، وبضيف ملعقة صغيرة زبدة. الزبدة بتعطي نكهة كتير طيبة للشوكولا. بحركن منيح لتذوب الشوكولا والزبدة. بس داب الشوكولا والزبدة منطفي الغاز وبحطهم بأكواب. بحاول حطهم بالأكواب هن وسخنين قبل ما يبلشوا يجمدوا عنا. هلأ بحطهم على جنب لا يبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيناها بالبراد. هلأ بدي أحط على الوجه كريمة. منحط كريمة بنكهة الشوكولا. هذه الكريمة بتلاقوها متوفرة بالسوبر ماركت، وفيكن تستعملوا كريمة خفق ظروفي تخفقوها. حط برش شوكولا، شوكولا برشتم بهيدا الشكل كمان على الوجه. منضيف كمان على الوجه شوكولات صوص بهيدا الشكل، شي كتير رائع. شايفين منا شكل؟ هيدا الحلو اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشر للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.